فيما يخص يعني المعطيات الأخيرة التي أعلنت عليها المكتب ديال أنفوريسك، يعني المعطيات غير دقيقة، وكما قلنا العام اللي فات كذلك وهاد السنة هذه، وكان عندنا تواصل معهم العام اللي فات وفي هاد السنة هذه، يعني كان تواصل وكان اتصلوا بنا اللي قلنا بأن هاد الأرقام غير دقيقة، وأكدنا لهم بأنه نفس العملية ديال السنة الفارطة، يعني هم كيأكدوا لنا بأنه المعطيات ديالهم كتهم غير المقاولات اللي عند الطابع المعنوي، يعني الشركات، يعني لي صاغل لي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي، هادوك هما اللي كيديروا الديكلاراسيون ديالهم في المحاكم ديال الإفلاس، اللي كيمشيو يديروا الإجراءات الإفلاس ديالهم في المحاكم، هادوك يقدروا يحصيوهم. كيبقى وهنا فين كاين الاختلاف عندنا مع أنفوريسك، هو المقاولات الصغيرة جدا اللي عندها الطابع الذاتي الشخصي، اللي كنسميوها لي بيرسون فيزيك، لي سوسيتي لي زونتربريز بيرسون فيزيك، ما كيكونوش سوسيتي. دونك هادو الإجراء ديال الفسخ ديالهم كيكون، ما كيكونش عن طريق المحاكم، وما كيكونش إجراءات بحال الشركات. دونك سكيفي هادو ما كيتمش الإحصاء ديالهم، ما عندهمش إمكانية أنهم يحصيوهم. وانفوريسك اكدوا لي العام اللي فات وهاد السنه نفس العمليه، انما حنا كنطالبوا بانه في هذاك التقرير يشيروا لهذه النقطه هذه، باش اعلاميا ولا المسؤولين ولا اللي غيقراوا التقرير يعرفوا بانه هاد السنه الثلاث شهور الاولى ديال هاد السنه ماشي غير 3000، 3000 هذيك اللي نشروها انفوريسك، الشركه اللي فلتات غير الشركه، خصهم يديروا تما هذا الشركات اللي عندها الطابع معنوي، صفة معنوي، لي سوسيتي بيرسون مورال، هما اللي حصاوهم. أما الشركات الأخرى دونك الرقم ديالها كيتضاعف، يمكن لأن العدد ديالها أكثر بكثير من العدد ديال المقاولات الذاتية، يعني الضعف ديال يعني 60% ولا أكثر بالنسبة للشركات المعنوية. هنا كاين الاختلاف، وهنا ديك الأرقام ما كتكونش دقيقة، وهنا كنبداو نبنيو وكنشوفوا بانه فعلا 3000 راه رقم يعني مخيف، ولكن الا ضفنا له الرقم ديال المقاولات الصغيره جدا اللي عندها الطابع الذاتي اللي دارت اللي اعلنت على الافلاس ديالها اللي سدات، راه غيكون الرقم خطير. دونك هنا فين كاينه الحرب ديال الارقام، وقلت هذه السنوات اللي فاتت بانه حنا داخلين دائما في حرب الارقام، الهيئات كدي كد كد كتنشر ارقام ماشي دقيقه، باختلاف بعض الهيئات الدوليه الى جينا نشوفوا الرقم اللي نشروا البنك الدولي ديال 77.3% ديال الشغيله كاينه في القطاع الغير مهيكل. دونك هذا كيعكس الواقع ديالنا حنا، لان هاد المقاولات لاسباب ديال الافلاس ديالها دونك جاي تم من عند هاد المنافسه الغير الشريفه من القطاع الغير مهيكل، يعني كنشوفوا القطاع غير مهيكل يعني كيحارب في القطاع المهيكل، عاد كنشوفوا العناصر الاساسيه اللي كتخلي هاد الفئات هادو يبقاو الافلاسات كيستمروا. فعلا كاينه من هاد 3 اشهر الاولى، يعني المغرب خلق اكثر من 50000 مقاوله ولا 60000، ولكن راه العدد حتى هو ديال الافلاس راه غيولي النص بالنص، شحال هذه كان ما كيفوتش يعني 10000، يعني 9000 في السنه، دابا كنفوتوا 20000 25000 في السنه الا حصينا يعني كما قلت المقاولات الذاتيه والمقاولات الطابع المعنوي. اسباب كما كنقولوا دائما واضحه، هاد الفئه ما عندهاش امكانيه الولوج الى التمويل البنكي، الابناك ما كتبغيش تمولها، كتطلب لها الضمانات العينيه يعني دي تيتر، يعني كتطلب لها يعني التيتر ديال الارض ولا ديال الدار ولا ديال كيفاش هذا المقاول عاد بدا باقي شاب وغيكون عنده يعني هاد الامكانيات باش يمشي يحطها الرهنه ديال عند البنكه باش ياخذ كريدي، ما كيمكنش. دونك شكون اللي كيستافد غير الشركات الكبرى اللي عندها الامكانيات اللي كترهنها باش كتاخد يعني قروض يعني بالنسبه للشركات ديالها. كنشوفوا النسبه ديال التمويل البنكي بالنسبه للشركات الكبرى
كيفوق 99%. دونك كنشوفوا بانهم هما كيساهموا بالامكانيات الذاتيه ديالهم والشخصيه ديالهم غير في 1%، خلاف المقاولات الصغيره جدا التمويل ديالها 99% من 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 التمويل الذاتي ديالها، يعني الابناك عن طريق الابناك كتمول غير 1%. دونك هاد هاد المفارقه اللي هي كبيره وعجيبه بزاف ما بين المقاولات الصغيره جدا والولوج التمويل ديال المقاولات الكبيره مع المقاولات الصغيره، هاد الفرق شاسع باقي ما بغاش يتقادد. دونك باقي ما وصلناش اننا نقصوا من التمويل البنكي ديال المقاولات الكبيره ونزيدوا التمويل البنكي ديال المقاولات الصغيره ونعطيهم تسهيلات في الولوج الى التمويل. كاينه تسهيلات عاوتاني، ما كايناش تسهيلات عفوا، ما كاينش الولوج ديال الصفقات العموميه. دونك هذه الفئه هذه واخا كدير المقاولات ديالها والمسائل ديالها، ولكن ملي كتلجا للصفقات العموميه كيبقى خاصها يكون عندها لي ريفيرونس تكنيك، الشواهد ديال الخبره، وكيفاش هي عاد بدات غتكون عندها الشواهد الخبره. ثاني حاجه خصو يكون عندها التصنيفات، يعني لي ريفيرونس، كيفاش غيكون عندها هاد ريفيرونس هي عاد بدات، والى اخره. دونك هنا كتوضع على جميع العراقيل، وهنا ما كيقدروش هاد المقاولات كيبقاو خدامين غير مع القطاع الخاص، وهاد القطاع الخاص اصلا هو كيتعطل في الاداء، يعني بارفوا كيفوت العام وعامين بارفوا كاينه. كنشوف عندنا مقاولين اللي باقي النزاع ديالهم مع مقاولات متوسطه وكبيره ما مخلصينهمش من بعد عام وعامين، كيفاش هاد المقاولات تقدر تستمر؟ دونك كاينه الروتار، كاينه واحد التاخر في الاداء ما بين المقاولات الصغيره جدا وما بين المقاولات الكبيره والمتوسطه كيفوق 400 مليار درهم. دونك هنا المقاولات الكبيره خاصها تعطي المستحقات ديالها للمقاولات الصغيره جدا، خاصها تعطيها المستحقات. الدوله راه كتدعمها وهي كتستافد من الصفقات، حيت عندها الامكانيات باش كتاخذ، هي اللي كتاخذ الصفقات. وكنشوفوا حنا ان الاستثمار 300 مليار ديال الدرهم كل سنه، هذا كيمشي في جيوب ديال المقاولين الكبار، وعلى العكس انه المقاولين الصغار كيبداو يسوطريتيو مع هذوك. ما كاينش حمايه عاوتاني لهذ الفئه، وهذا من بين العنصر عاوتاني الثالث، ما كاينش حمايه لهذاك المناوئ. هذيك المقاوله الصغيره جدا اللي كتسوطريتي ما عندهاش واحد الحمايه. حنا طالبين الحكومه اللي فاتت وباقيين كنطالبوا هذه الحكومه، يعني باش يكون قانون كيحمي المقاوله المناوئه اللي كدير لا سوتريتونس. كون اول حاجه خاصها تكون تخلص هي الاولى، عاد يكملوا الخلاص المقاوله اللي واخده، لان هذيك المقاوله الصغيره هي اللي خدامه في التيران، هي اللي كتنجز الاشغال، وبطبيعه الحال هي اللي خاصها تخلص. اما هذاك اللي خدا المارشي راه كيكون غير كيراقب وكيسير، وعنده الاجراءات الاداريه مع الوزاره ولا الاداره العموميه. ثاني حاجه طالبنا بانه هذاك المقاول يكون عنده كما قلنا في الاول تعطالو يعني الخلاص في الوقت ديالو قبل ما يكملوا الخلاص المقاوله الكبيره المتوسطه. ثاني حاجه تعطالو حتى هو الريفيرونس، يعني الشواهد ديال الخبره، كما هذاك المقاول اللي خدا المقاوله اللي خدا هذاك الصفقه ومني كيسالي كيعطيوها الشهاده الخبره، حتى هذيك المقاوله الصغيره جدا ولا الصغيره اللي دارت له المناوئه واللي دارت له لا سوتريتونس حتى هي تعطى له الشهاده بحالو بحالو، لانه هو اللي انجز هذاك الخدمه في التيران. وبهذه الطريقه غادي يكون كنحميو هذاك السوتريتون هذاك المناوئ باش حتى هو يطور من الامكانيات ديالو باش يولي عنده شواهد الخبره ويمكن له يشارك مارشيات اخرين. كاينه ايضا كما قلنا الولوج للصفقات العموميه، ما يعني هذه الفئه يعني محرومه من الصفقات. حتى القانون 156 ديال 2013 الى حد الان ما كاينش مطبق. هل يعقل من بعد 10 سنين قانون اللي نصفنا وحنا كنا كنطالبوا به ملي كنا في المقاولين الشباب من التسعينات الى 2013، وفي الاخر استطعنا اننا نكتسبوا هذاك الحق ديالنا ديال انه تعطاتنا 20% من الصفقه 20% من مجموع الصفقات العموميه، يعني من 300 مليار درهم راه عندنا 60 مليار ديال الدرهم. هاد 20% الى حد الان ما كاينش التطبيق ديالها، ما كاينش مراسم تطبيقيه ديالها،
وطالبنا الحكومه اللي فاتت وطالبنا الحكومه هذه وزيره الماليه في ديسمبر 2022 باش الاجتماع ديالنا الاول معها، وطالبناها باش يكون يعني لي ديكري دابليكاسيون قوانين تطبيقيه يخرجوا لهذا باش نطبقوا هذا القانون. الى حد الان وعدتنا بانه في ذيك الوقت وعدتنا بانه في البدايه ديال السنه غادي يكون ولدي ديكري دابليكاسيون. حنا دخلنا فوتنا النص ديال السنه، حنا داخلين على النهايه ديال السنه وباقي ما كنشوفوش هاد لي ديكري دابليكاسيون. دونك هنا الرغبه ما كايناش. ثاني حاجه الولوج العقار، ما كنشوفوش بانه هاد الفئه من المقاولات عندها الامكانيات انها تطور الاخر ديالها من 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 المحيط من الشغل ديالها. ما كايناش ظروف ديال فين الشغل، مناطق صناعيه ما كاينش فيها ديال الصغارين خاصين بهذه الفئه هادو. وحتى كانوا هاد ديال الصغارين بعض كنقول شي كلشي، ولكن بعض المناطق الصناعيه فيها ديالو مؤخرا بداو كيديروا ديالو صغارين، كل الاثمنه طالعه بزاف على هاد الفئه هادي. يعني ما كتقدرش تقتني هاد النوع هاد الاراضي. عاد نشوفوا التاخر في الاداء الى اخره. مؤخرا بدينا كنسمعوا واحد النبره ديال انه هذوك المقاولين ما عندهم شي تكوين، هذوك المقاولين نقصاتهم الخبره، هذوك المقاولين ما عندهمش يعني خصهم يكونوا قاريين، خصهم وهذه واحد الفئه يعني من الشباب بداو كيروجوا لهذه المساله هذه. النصيحه اللي نقدر نقول هو انه جدودنا راه ما كانوش قاريين وكانوا ناجحين في المشاريع ديالهم. كنشوفوا مشاريع الناس دايرينها اللي ما قاريينش ودايرين مشاريع ناجحه. الفكره ديال التسيير ديال المشروع ماشي ضروري يكون عندي طاقم ويكون عندي الطاقم ديال العمال ويكون عندي جميع الظروف اللي قريناها احنا في المعاهد واللي قراوها هما، خصها توفر باش يمكن ننجح المشروع. كاينه مشاريع، كاينه اخوان اللي هما وفروا هذه المسائل وما نجحوش. علاش؟ ما عندهمش خبره، ما عندهمش كما كنقولوا حنا ليسبري دونتربريز، ما عندهمش. عندهم قراو داك الشيء، كيعرفوا كيفاش يعني يسيروا، ولكن ملي غادي يجي يسير مقاوله ما يعرفش يسيرها. يمكن يقدر يسير هذاك الشيء هو موظف ممكن، ولكن ملي تولي المقاوله ديالو كيصعب عليه الحال وكيولي كيدخل في مشاكل اخرى وما عندوش هذيك بارفوا كيقول هذاك الشاب ما عندوش حتى ديك كما كنقولوا الشجاعه ديال المغامره، ما عندوش. خصو المسائل تكون سيو، خصو المسائل تكون مضمونه، عادي يقدر يزيد وما غيمكنش. ما كاينش شي حاجه مضمونه في القطاع الحر. يعني خصك تمشي مع التقلب ديال السوق، وخصك حتى يكون عندك واحد بعد الرؤيه، ماشي داكشي اللي قريتي. مي كتقرا السوق، حتى مي كتخرج للسوق راه كتبقى تقرا السوق. دونك كنقولوا حنا ولد السوق، ماشي بمعنى اللفظي ديالها اللي هو قبيح. مي كنقولوا هذا كراه ولد الميدان، دونك كيقدر يعرف يعني. دونك هادو انا اللي ذكرت واللي كنذكر هادو مشاكل اللي كتجمع جميع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا. هادو مشاكل رئيسية. كيبقاو مسائل اخرى ديال القطاعات، كاينه اللوبيات ديال الشركات الكبرى وهذا عندهم احتكار. عند كاينه بعض القطاعات باقي سياسه الريع فيها. حنا كنشوفوا القطاع الغير مهيكل اللي شنا مؤخرا ديال في النقل المزدوج والسري، هذوك الضحايا ديال دمنات اللي ماتوا فيها 24، يعني في واحد القطاع غير مهيكل. وحنا كنشوفوا مقابل الشباب واخدين كريديات ديال انطلاقه وداروا جميع يعني التضحيات ومخرجين يعني العربات ديال النقل يعني المزدوج بالشركات ديالهم بكلشي ديالهم. علاش من هاد الناس هادو ما نخليهمش يشتغلوا ونحيدوا ديك بالعد لاكريمات، ونحيدوا ديك قطاع الريع، وهذاك الريع هو اللي كيعطينا هاد القطاع السري. هاد الفاجعه يلا وقعت، ومؤخرا كنشوفوهم باقيين كينقلوا بنفس الطريقه بنفس الاخر. الناس في السطح، الناس فوق يعني العربه، والناس مكدسه لداخل، وكاين الناس الفوق. هادشي هذا باقي من بعد يلاه دازت الفاجعه. دونك هنا كنضيقوا على واحد الشباب اللي عندهم شركات واللي باغين يخدموا في القطاع. عطيت غير القطاع المثال ديال القطاع ديال النقل،
وفي المقابل كنخليو القطع غير مهيكل وكنخليوها وكنغمضوا عينا وكيدوزوا في البراجات وكيدوزوا في الطرقان وكيما كيقولوا دهن السيري سيري.